أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن السلطة التشريعية شريك أساسي وداعم لكافة الجهود والمساعي الوطنية النبيلة التي تبذلها مملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم. نعم، أشار معاليه إلى الدور الحيوي الذي تطلع به السلطة التشريعية وإسهاماتها في دعم أداء السلطة التنفيذية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك لدى لقاء معالي رئيس مجلس الشورى بسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد غانم بن فضل البعنين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، حيث جرى الاطلاع على مجريات ونتائج قمة جدة للأمن والتنمية. وثمن معالي رئيس مجلس الشورى المشاركة السامية لجلالة الملك المعظم أيده الله في القمة والتي أبرزت الحرص الدائم لمملكة البحرين على دعم جهود المجتمع الدولي في الحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي، مشيدا بالمضامين السامية التي تجلت في كلمة جلالته والتي قدمت رؤية استشرافية لحاضر ومستقبل المنطقة والعالم. وأبدى معاليه مثمنا الجهود الحثيثة لسعادة وزير الخارجية في توثيق العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، وأشاد معاليه بجهود وزير المالية والاقتصاد الوطني وما تطلع به الوزارة من دور محوري في مواجهة التحديات الاقتصادية.